يناير 2016 وفي ببيروت اليوم. هل تعلمون ما هي أنواع الأطعمة الغذائية التي من الممكن أن تغير جسمكم للأفضل؟ تقنية جديدة للتخلص من آثار حب الشباب والندبات القديمة على البشرة. آخر ابتكارات وتسريحات الشعر معنا. متى يصبح بإمكان الطفل أن يستحم وحده؟ هذا وغيرها من المواضيع والتقارير تترافقون فيها اليوم مع ساشا دحدوح ونيفين سكايكي. مساء الخير لكل اللي عم يتابعونا دائما على قناة روتانا خليجية وشاشة الـ بي سي. برنامجنا بيجمعنا يوميا من الأحد للخميس لمدة ساعة ونص من الوقت مع ضيوف تقارير ومواضيع بتهم كل أفراد الأسرة. مساء الخير نيفين. مساء نور ساشا، كيفك؟ يعني ضعت على مناظر الأولاد اللي شفتهم بالماريو ولا أهضم ولا أهضم من هيك. وأنا كمان بدوري بدي رحب بكل المشاهدين وما كنتوا عم بتابعونا، وساعة ونص من الوقت رح تجمعنا، واليوم حلقة تجميلية بامتياز. بيرافقونا باول جزء بلقائنا خبيره التجميل ومكافحه علامات الشيخوخه كارول زمرود. اهلا وسهلا فيك كارول. هاي كيفكم؟ صبايا اهلا وسهلا. واختصاصيه التغذيه هلا عقيقي. اهلا وسهلا هلا. ميرسي، اهلا فيكم. عن شو رح نحكي؟ اليوم رح تابع بموضوع السوبر فود، ورح نحكي عن بعض الاطعمه بالسوبر فود اللي ما كثير بنعرفها ونعرف عنها للمشاهدين. نعم كارول، اليوم رح نحكي، رح نفضح عن سر تقنية جديدة وصلت حاليا على بيروت، ما صار لزمان وراح تكون قريبا جدا بالخليج. علامات الأكني سكارز، علامات حب الشباب، أثار حب الشباب القديمة للبنات وللشباب، للصبايا وللرجال، للصغار وللكبار، للقدمة وللجداد، كل شيء فيه أثار على الوجه. وأخيرا صار في علاج لأثار حب الشباب. هلا رح نشوف كيف هالتقنية وكيف نعملها والنتائج وكل شيء. يعني بالفعل كارول كمان هالمشكلة بتبقى مشكلة أساسية عند الكل. صح. بأي عمر معين. مزبوط. واللي بيبقوا معلمين يعني هالتقنية الجديدة حتكون أكيد جواب لكتير بانتظارنا. رح نبدأ بالفقرة الأولى، والفقرة الأولى هي صورة اليوم، وصورة اليوم هي انعكاس لصورة المتفرجين داخل كابينة هاتف عمومي بالعاصمة البريطانية لندن بعد تحويل الكابينة القديمة وإعادة استخدامها كحوض للأسماك كجزء من مهرجان لوميير بلندن. يعني هالكابينة قد كنا من زمان نستعملهم وكثير كان موجودين بالبلاد الاوروبيه. صحيح انه لا بس انا بتذكر لما كنت سافر كنت استعمل كابينه، يعني مش صار لهم زمان. مش انا كنت استعملهم، انا ببرد كثير فوت فيهم شوي بتدفى برجع بكفي. بتعرفي كمان كارول هي الكابينه بتعطي هيك طابع رومانسي او انتيم، انه بتفوتي بتحكي هيك على التليفون بتحسي ما حدا عم يسمعك. بس خلص دماش انه ما بقى حدا يضحك على التليفون. ما بقى حدا، بس هون الحلو انه عم يرجعوا يقدروا يستخدمون بطريقه مختلفه. ايه؟ مثل هون مثلا استفادوا وعملوها مثل حوض للسمك، وشفنا كمان ببرنامجنا بعض الكابينات لشو تحولوا، هيك بتصير كانه تحفه فنيه بحسب البلد هيك اللي هي فيه. نقصد انه نفوت على الكابينه. طيب مين اليوم بيحتفل بذكرى ميلاده؟ مثل اليوم يصادف ذكرى ميلاد اوليفر هاردي، هالممثل اللي يعرف بدور هاردي ضمن سلسله لورل وهاردي الكوميدي الشهيره اللي أضحكت الناس من حول العالم، وهو كان من مواليد 1892. واليوم أيضا يصادف عيد ميلاد الممثل الوسيم والمحبوب كيفن كوستنر اللي بيصير بعمره 61 سنة، واللي بتحبه كتير كارول زمرود. مين ما تابع فيلم بادي جارد؟ ايه انا بحب الشقر والعيون الملونين والخضر. 61 سنة هيك كمان يصير عمره 70 سنة حيضلوا حلو. وكمان هو خاض تجربة الإخراج كمان إلى جانب التمثيل وكمان نجح. أنا بلاقيه كتير حلو. أنت ما بتحب الشقر؟ استمر شو هلا؟ لا استمر كمان كمان. يعني انا وكارول نحن هيك بنحن للشقر. انتم من محبين كيفن كوستنر. منتابع كمان ومنروح لتقرير حول افتتاح مهرجان الاقصر للسينما العربيه والاوروبيه بفيلم 3000 ليله وتكريم الفنانه بوسي. ينطلق مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية يوم 30 من يناير في مدينة الأقصر، وتستمر فعالياته حتى يوم 5 من فبراير.
واختارت إدارته الفيلم الفلسطيني 3000 ليلة بجانب 11 فيلما روائيا طويلا تتنافس في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فقد اختار المهرجان 20 فيلما روائيا قصيرا، ويكرم المهرجان في دورته الرابعة الفنانة بوسي والمخرج الكويتي عامل الزهيري والمخرج الإيطالي سيلفيو سولديني والفنانة لبنى عبد العزيز، ويخصص المهرجان لكل منهم ندوة تكريمية خلال أيام المهرجان. كما يحتفل المهرجان بمئوية المخرج الكبير الراحل حلمي حليم، ويعرض خلال دورة المهرجان فيلمين من أهم أفلامه هما أيامنا الحلوة وفيلم غرام تلميذة. العمر كله أعيش لحبه من غير ما أقوله أنا بحبه. يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية اختار لرئاسته الشرفية الفنانة لبنى عبد العزيز، أما رئيسته الفعلية فهي الناقدة ماجدة موريس، ويديره فنيا الناقد محمد عاطف وتنفيذيا وديد شكري. يا مش نصيبي لكن حبيبي، ده مش نصيبي لكن حبيبي، وأكثر وأكثر. مبروك لكل اللي تكرموا. هذه كانت فقرتنا الأولى، وأكيد بعد الفاصل مباشرة رح ندخل معك هلا بموضوعك وأيضا مع كارول. رح نروح فاصل أول ومنتابع. متابعين ببيروت ومنرجع منرحب بكارول زمرود، أهلا وسهلا فيك كارول. هاي. وأيضا هلا عقية مرة جديدة، أهلا وسهلا فيك. وبنبدأ معك هلا بموضوعك الغذائي اللي خصصتي لنا إياه لحلقتنا لليوم. أطعمة ممكن تغير جسمنا بأي معنى؟ صحيح. السوبر فودز هيدول الأطعمة اللي هي كتير غنية بالعناصر الغذائية يلي حكينا عنهم بالحلقة السابقة، كانوا المأكولات اللي بنعرفهم. بهيدي الحلقة رح نضوي الضوء على بعض السوبر فودز يلي هي منا كتير كمان مش كتير معروفة، بس بذات الوقت فينا نلاقيها بالهيلث ستورز إذا سألنا عنها بس بدنا نعرف عنها، وضروري تكون موجودة كمان بغذائنا اليومي. إذا بتحبوا أنا جبت لكم بعض الصور تتعرفوا الأنواع اللي عم نحكي عنها. إذا عم نحكي عن هيدي النوع الفاكهة بالتحديد اللي هي اسمها المانجوستين، يلي يمكن أوقات بنشوفها وهيك شكلها حلو بس ما بنعرف إنه هيدي لازم تكون ضرورية كمان من بين هالفواكه اللي لازم نتناولها، نظرا أهمية قديش هي عندها دور أساسي ضد الالتهابات. وتأكيدا على هالموضوع كانوا يستعملوها بالطب الآسيوي لفترات كتير طويلة للعلاج كمان ضد الالتهابات، وما بدنا ننسى إنه بالتالي كمان بتساعدنا تنتفادى كتير من أمراض القلب وبتقوي الدم كمان الدورة الدموية. يس. أوكي. إذا منتبع بالجوجي باريز، هيدول أنواع الباريز يلي هن يصنفوا فروتس وبذات الوقت أعشاب. هيدول الباريز عندهم دور أساسي إنه يستعملوا كعلاج طبيعي لكتير من الأمراض مثل الديابيتس، مثل الضغط، مثل الملاريا، وحتى كمان بخفضوا الحرارة إذا كان شخص محرور عنده حرارة عالية بيتناولون. شو اسمهم بالعربي؟ ويصنفوا شو اسمهم يعني؟ هيدول وقتها تروح تقولي جوجي باريز هن يعرفوا بالجوجي باريز لأنه هن منه أصلا فيك تلاقيهم بالمناطق العربية. فهيدول الباريز كمان بفيدوك لإلي كارول تتنصح فيهم الكلاينت تبعك لأنه يسموا كمان فاونتن أوف يوث، يعني ينبوع الشباب كمان لانه غني كثير بالانتي اوكسيدنتس وبيعطي كثير فوائد للبشره. بذر العنب كمان استعمال كل شيء احمر بقوي الاميون سيستم كمان، وعنده كثير افاده لصحه النظر للعينين. أوكي. وبيعطوا كثير انرجي طاقه وحيويه، من هيك في كثير بنستعملهم بالشيكس كمان قبل الاكسرسايز. بس هو مش موجودين عندنا بلا فيك تلاقيهم بالهيلث ستورز، انا جايبتهم معي هلا تتشوفون كمان قريب عن قريب رح نستعملهم بالريسيبي كمان. الصوره اللي بعدها هن الاساي باريز.
كمان هيدول اذا بنسالهم موجودين، اذا بنسال عنهم، هيدي الباريز فيها 10 مرات اكثر انتي اوكسيدنت من الموجود عاده بالعنب العادي، وفي كمان موجود فيهم انتي اوكسيدنت نوع ثاني لاكثر بحدود ال 30 مره من يلي موجود عاده بالريد واين يلي كمان عنده فوائد كثير. بس نفس الطعمه يعني ما بيفرق، ما بيفرق ابدا بالطعمه، نفس الطعمه. فهون بنلاقيهم بالباركات البلاستيك حد حد الفرامبواز، بيبقى في بيربل هول، هن في كذا نوع بيبقى منهم، فهيدول لازم نحن نضوي الضوء عليهم ونختارهم من بين هالباريز كمان موجودين. كمان هدول عندهم دور كثير اساسي للحمايه من امراض القلب لانه فيهم انتي اوكسيدنتس، وبذات الوقت كمان الاساي باريز عندهم افاده انه بيرجعوا عندهم دور باعاده بناء الانسجه، انسجه العضل بجسمنا. فاذا كان كثير للرياضيين يعني ننصح فيهم كمان لل. طب وبالنسبه للكميه مثل العاده دائما بنقول قد كف الايد تقريبا، مش مزبوط أكثر. اذا كفيكي كله قد كف الايد بنحسبه كطريقه تقريبيه. اذا بنتابع بعض الصور في هيدول السيدز البذور يلي كثير سمعنا عنهم، بس في الهامب سيد يلي هو بذر الفلاكسيد الكتان، الهامب سيد الانبوز كمان، والتشيا سيدز. هيدول كلهم اهميتهم ترجع لانهم غنيين بالاوميجا 3 وال 6 يلي نحن مثل ما بنعرف جسمنا ما بيقدر يصنعه، وبذات الوقت بحاجه له، فما بنقدر ناخذه الا من هالاطعمه. فهيدول السيدز كثير غنيين بالاوميجا 3 وال 6. الفلاكسيد بالتحديد كمان بيساعد تو بريفنت بعض انواع الكانسر يلي هن البراست، الصدر، الكولون والبروستات كمان. بس عندي سؤال هلا، هلا انا استاذه انت تبع الانتي ايجينج بقول لي انه بس بدك تاكلي من هول السيدز ما تجيبيهم وهيك تحطيهم، بدك تجيبي مطحنه صغيره وكل ما بدك تاكلي بتاخذي الملعقه وبتطحنيهم بالمطحنه الصغيره فريش وبتاكليهم، مزبوط؟ ايه اكيد. قال لا والا بفوتوا بيطلعوا بترانزيت بجسمك يعني ما بتقدر تفيدهم، انت بتستفيد منه ولا شيء. انت عم تحكي خاصه على الفلاكسيد 100%، هاي الفلاكسيد لازم يكون عم يشتري بالسوبر ماركت بالكيس، بتحب تحطيهم بتشيهم على السلاط، بتفكري انه انت عم تاكلي بس ما بتكوني عم تستفيدي شيء، مزبوط. بدك تشتري من هول المطحنات الميني بتطحنيهم هيك. التشيا والهامب ما ضروري، الفلاكس اللي بتاخذي افاته بس يكون مطحون. داكر ما بدنا ننسى كمان اهميه الفايبرز يلي هن بيساعدوا لصحه الالياف للجهاز الهضمي وبيخفضوا الكوليسترول كمان. يلا قبل نتابع باخر وحده البومكن سيد بذر اللقطين، هيدا كثير غني بالزنك اوكي وفيتامين اي وبي وسي واي وسيلينيوم وكوبر وكالسيوم ومغنيسيوم، فاذا بتعرفوا قديش غني بكل هالفيتامينز والمينرالز بتجي هون دوره انه يكون دائما كمان موجود. والنبته يلي حبيت كمان الفت النظر لها هي السيج يلي هي المريميه بيقولوها، كمان نختارها نضيفها بالسلطات تبعنا نظرا كمان لافادتها للكبد، عندها دور كثير اساسي بتفيد من الكبد وبتحمي من كثير مايكروبز كمان ممكن يتعرض لها. صحيح. كمان هلا حننتقل على المطبخ ونشوف كمان شو حضرتي لنا لليوم. صحيح. تفضلي هلا، خلينا نحكي شوي شو اللي حضرتي وكيف ممكن المشاهدين كمان يستفيدوا. صحيح. رح أمترك. أنا رح أستفيد اليوم. يلا. حطبقهم كلهم. أي. هلا اليوم يلي عملناه إنه هالكل هالسوبر فودز يلي حكينا عنهم الأسبوع الماضي وهيدا الأسبوع رح نحاول نجمعهم ببول هو فينا ناخده بالنهار أز سناك أو فينا ناخده نحن أز بريكفاست. أوكي. فالباريز يلي حكينا عنهم لاست ويك كمان وهيدا الأسبوع غنيين كثير بالأنتي أوكسيدنت ومن هيك يصنفوا كسوبر فود. بدنا نضيفهم هون اذا بنجيب الملعقه. هلا يوجوالي تيطلع شوي الخلطه سميكه هن المفروض يكونوا فروزن. اوكي. هلا انا كنت مجلدتهم بس ديبوا شوي ديبوا هلا. بس هلا هوبفلي على السقعه ديبوا. السقعه ساعدتنا شوي ما كثير ينتزعوا، فبالتالي هلا بدنا نرجع كمان نزيد لها الموز. هلا هون الموز ما حكينا عنها بالحلقات السابقه اللي هي صحيح. كسوبر فود بس اكيد عندها فوائد كثير ما بنعرفها. سوري. طيب الموز مثلا اي متى يعني ما بعرف بتشبهيني انت بشيء؟ ايه؟ عرفتي لاحظتي بشو بتشبهيني؟ انه نوقعنا وهيك نتفق بالمطبخ انا وياك. الموز انا حاولت اقنعهم نجرب اساسها قالوا لا انه نادى قصيه او شيء لا ما على الهواء فبدنا نضطر نتحمل. الموز اي متى هلا معقول نتناوله؟ أزبط بالنهار بالليل؟ ليك انا كل هدول الاقاويل ديفين ما كثير بامن فيهم انا شخصيا انه الوقت واي ساعه وافضل
بيقولوا لانه تفاح وموز بالليل. ايه انا هو شخصيا يعني ما في شيء ابروفد يعني كدراسه انه شو الانسب، هن بالنتيجه فواكه فواكه ورح تاخذ الفوايد والكالوريز. هالحصه رح ناخذها باي وقت فيك تاخذيها هيدي كترويقه لانه رح نكون عم نضيف حليب كمان وفي الفواكه. شو نوع الحليب؟ جبت انا الالمند ميلك مثل العاده هيك لانه الالمند حكينا عنه بالمكسرات هذيك المره انه يعد هو من السوبر فود مثل ما شفنا. هي عن جد بتطلع هيك بتحسي دغري انه اخذت من المنظر انه بلشت تعطي لجسمك فيتامين. صحيح. هلا رح نمزجهم شوي كرمال تا ينخلطوا سوا. اوكي، في شيء رح نزيده من هدول؟ هلا بس نخلص الخلطه رح نكون عم نزيدها على الوجه كتوبينج. رح نستعمل الجوجي باريز يلي أوكي. هي اللي حكينا عنها هيك بشوفوها كمان المشاهدين عن قريب. اوكي، فبالنتيجه نتاكد انه كل العناصر انمزجت مع بعض ورح نقدمها بهيدي الكاسه. هلا هي يوجولي مثل ما قلنا المفروض شوي تكون جامده اكثر، بس نظرا اوكي لازم تكون متلجه اكثر 100% يكونوا متلجين الانجريدينت. متلجه في ياخذها شخص ما في شيء بضايق؟ لا 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 بالعكس، هي الفكره انه يكونوا متلجين تتكون متماسكه اكثر. ولا خلينا نحطهم بطريقه مهضومه هيك نزينهم. هيدول الجوجي باريز يلي كمان حكينا عنهم، فرح نكون هون عاده هيك بنقدر نصفهم بطريقه مهضومه بالطول ان شاء الله هلا ما يغرقوا. اوكي، كرمال لانه كانت شوي ليكويد. والتشيا سيدز كمان بنرجع بنحطهم بهيدي الطريقه هيك كديكوريشن عم نحاول. واكيد كل الاجسام مسموح انها تاخذ هالنوع من العصير. ايه بالعكس، اكيد اكيد طبعا، هدول مفيدين لكل الاجسام ولكل الاعمار كمان. وما في مشكله عند حدا انه يتناول اي مكون من أبدا. مكونات بالعكس. اوكي، فبالتالي بنكون عملنا هيدي فينا نستعين فيها كصباحا على الفطور وبتعطي كثير انرجي، وفيها تكون كسناك كمان فتره بعد الظهر. اوكي، طيب هلا في شيء نصيحه اخيره عن هالموضوع؟ بقول اليوم سكرنا هالموضوع، سكرنا موضوع السوبر فود. بس بتمنى انه هيك نجرب نفوت هالانجريدينت بالمأكولاتنا اليوميه تنقدر نكون عم نعمل لحالنا صحه. هيدي سوبر بول. اوكي، سوبر بول رح روح انا وياها لعند ساشا وعند كارول. يلا متابعين، اكيد مع ضيفتنا كارول زمرود. ومن الهموم الاساسيه للمراه هي التخلص من بعض الشوائب والمشاكل ممكن تظهر بمنطقه الوجه اللي هو اكثر منطقه بالجسم تفضح العمر. صح. وكل التفاصيل اليوم بقى نحكي عن الندبات واثر حب الشباب، شو هي هالتقنيه واخيرا صار في حل؟ اخيرا اكيد من المشاكل اللي كثير صعبه بالتجميل ساشا، في كم مشكله تجميليه ما لهم حل، مثل مثلا السترايز او بسقون التشققات بالجلد، هيدول مثلا ما لهم حل. التصبغات كمان ممكن ما يروحوا كليا. التصبغات ممكن ما يروحوا كليا، واثار حب الشباب كمان ما بيروحوا كليا، والندبات خلص هيدول بروبلمز فور ايفر، يعني بيصيروا عندك وبضلوا معك الى الابد. بس من زمان كنا نقول انه بس نشوف حدا عنده اكني جوار او اثار او اكني سكارز، كان مثلا شاب تنفترض او صبيه هي وبعمر المراهقه طلع لهم حب شباب وما تعالجوا، على اساس من زمان كانت رائجه فكره انه ما تدقرون ما تعملوا شيء، هيدا عمركم بيروحوا لحالهم. لا بيروحوا لحالهم ولا شيء، بدهم علاجات وبدهم علاجات قويه. بس لسوء الحظ في ناس ما تداركوا هالموضوع وراحوا الحبوب اوكي، بس تركوا محلهم اثار وندبات على الوجه، وخاصه اذا كانت صبيه، لانه الشاب في عنده مثلا حل انه يترك دقنه ويغطي وجهه. مشان هيك بنشوف كل الشباب يلي عندهم اثار حب الشباب بيتركوا دقنه لحتى يخبوا السكارز والاكني سكارز. والبنت بس اذا البنت شو بدها تعمل؟ بدها تلتجي انه تسمك الفاونديشن، واذا حطت تايم بيضل يبينه ما بيقدر مضبوط، واذا تشمست الندبه بتعمل لون وبصير الشكل كثير بشع. هلا بدي اخبركم انه الندبه يلي على الوجه غير نوعيه تكستشر عن الجلد الطبيعي، لانه بتبقى متليفه من تحتها في كانه مثل شقفه كاوتشوك شدتها ومسمكتها، ما بتعود تاخذ معها مع للجلده، يعني بتكون لنعتبر انه سطح الجلده هون الندبه من تحت، يعني تحت الجلده ومتشمعه ومشاده على حالها بطريقه انه تعمل مثل نوع من هو او جوره. شو ما نعمل بالجلد من فوق بيلينج ليزر، شو ما نشتغل على سطح الجلده ما في فايده، التليف هو من تحت وما في فايده.
كيف لحتى نستفيد وحتى نقدر نعمل بو يونيفورم يعني بشرة متوحدة بدون حفر، بدنا ننزل على مستوى الحفرة كيف الكمبريسور اللي بيحفروا فيه الطريق والأرصفة، نفس الشيء كمبريسور ميني كمبريسور بس الجلد بيحفر وبيكسر هالطبقة التليف يلي بالوجه، وبينعاد العلاج 3 جلسات مرة كل شهر لحتى التليف من بعد ما يتكسر الجسم ينتج أنسجة جديدة كولاجين جديد ويرجع يعمر حاله ويرجع يصير على الطبقة الجلدية. رح نتعرف شوي نحن والمشاهدين، هالتقنية حصرية وبعد ما انتشرت رح تنتشر، بس مثل العادة دايما بتسمعوا عليها أول مرة عنا وبتعرفوا كل البريك ثروز تبع التجميل، لأنه مش كرمال شي، بس أنه أنا عندي هواية هو القصص الجديدة بحبهم كتير يعني ما فيني. فهيدي التكنولوجي هي جديدة. شو اسمها؟ اسمها سيكرت. ليك شو حلو اسمها، توب سيكرت. أي توب سيكرت، هي اسمها سيكرت. شو هي سيكرت؟ سيكرت نحن بنحتاج للآلة يلي هي الكمبريسور يلي خبرتكم عنه، ومنحتاج كمان لكولر لتلاجة. نشوف الصورة اللي بعدها، التلاجة اللي بتنزل على ناقص 36 درجة لحتى تفرز الجلد، لأنه وقت اللي بدنا نشتغل على الجلد مش بس بده يكون في عليه أنستيزيا أو مخدر موضعي كريم، إنما بدها تكون حرارته كتير 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 واطية للشخص ما يحس بأي ألم أو بأي وجع أو بأي شيء. ننتقل لنشوف ثالث عنصر بدنا إياه، بدنا شخص عنده أثار حبشبة. منشوف إنه خد، بتطلعوا على جنب هون بتشوفوا شادو كأنه أسود، بس هيدا بفكروه تصبغات، بس هو منه تصبغات، هو هون كان في 3-4 حبوب وراحوا وحفروا محلهم عملوا سكارز. ننزل شوي على نص الخد بنشوف بنص الخد كمان في شادوز لونه على بوردو، هيدا مش شرايين حمراء كمان هيدا ندبات. ومننزل على اول الخد محل الابتسامه بنشوف شيء بنسميه ايس بيكس، يعني مثل كانه جايب مفك براغي وعامله حفر صغيره صغيره بالوجه. حبيت نقل لكم هالصوره لانه بتجمع 3 انواع الاكني سكارز اثار حب الشباب، يلي هي الايس بيكس الصغار، والاكني سكارز الريجولر يلي على النص، والديب اكني سكارز اللي هي الحاله المتقدمه اللي بيكونوا من زمان وقت اللي كان مراهق او مراهقه، بتكون هيدي الدمله اللي بتطلع الحمراء قبل ما تطلع بتوجع كثير، وبتطلع بتكون لونها بوردو، بيطلع حدا وحده ثانيه حدا وحده ثالثه، وبيعملوا مجموعه بنسميهم اجلوميراسيون، يعني 3-5 حبوب بمحل كثير صغير. هدول بس يروحوا تنتج عنهم مع الزمن هيك انواع من الحفر. اوكي بنكفي لحتى نشوف كيف بتصير التقنيه. دائما نحن بحاجه للهاند بيس، بدنا نحسب هيدي الهاند بيس تبع السيكرت يلي في بقلبها، هلا بنشوف شو في بقلبها، والكولر يلي رح ينزل حراره الجلد لدرجات متدنيه جدا يصير اكثر من تخدير، يعني كانه قلتين الكولر مع التقنيه بحد ذاتها. اكزاكتلي. ننتقل لحتى نشوف دايما من بعد ما نخرق الجلد دايما بدنا نضرب الكولر على البشرة لحتى ما واحد يحس بشيء أبدا، بوجع لأنه التقنية فيها وجع، بس إذا نحط تخدير ونعملت مع كولر ما بيحسوا أبدا بأي شيء. رح فرجيكم فيديو الماشين السيكرت شو فيه بقلبه. خلينا نشوف وركزوا معي، رح نشوف فيديو مش هيدا، رح نشوف أول شيء شو في شو بيطلع من قلب الماشين. الماشين في بقلبه مثل ابر، مش مثل ابر، بيطلعوا وبيرجعوا بينزلوا. شوفوا نكبسها تطلعوا قديش فيها ابر، بيطلعوا وبينزلوا، وكل ما يطلع حتفوت تحت البشره. صح، شوفوا 1 2 اوكي 55 ابره فيهم كونكتد على راديو فريكونسي، على على درجة من القوية نحن نتحكم فيها هي 1 يلي هي كتير متقدمة. وإذا الشخص تحمل بيتحمل، لأنه بنحط بنج، بس تحط الكولر تنزل الحرارة بتدنى تحت الصفر خلص بيتخدر ما بيعود يحس، ما بيعود يحس. فإذا منشوف فينا نشتغل كل الوجه، إذا كل الوجه فيه أثار حب الشباب نعمل فول فيس سيشن، وفينا نعمل سيلكتيف فوكلايز سيشن، يعني مثلا صبية عندها بس هون
او شاب عنده بس هون بنشتغل بس المحل اللي فيه الندبات. اوكي شو بيصير؟ نمسك الهاند بيس اللي عم بيطلع منها 55 ابره من الذهب يلي رح يخترقوا المستوى تبع الندبه، بنحطها على الجلده بتطلع الابر بتفوت وبتطلع بترجع بهالطريقه بتفوت وبتطلع، يعني بتفوت لونجيتودينال يعني بالطول بترجع بتفوت ترانسفيرسال بالعرض، وبنمرق كذا مره يعني بنعمل سكويرينج بنعمل مربعات لحتى ما نترك ولا محل فيه حفر، بنضلنا نفوت ونطلع نفوت ونطلع، والهدف يكون تكسير هالطبقه المتليفه يلي عامله مثل الكاوتشوك القاسي يلي هي عامله الحفره. بس على سطح البشره ما في شيء حيترك اثار، لانه عم نحكي عن 55 ابره عم تخرق الجلد وتطلع. بلا رح يصير في احمرار تقريبا 24 ساعه. اوكي بنعطي كريم انتيبيوتيك بعد يومين يعني ما لها اي مضاعفات. ما لها اي مضاعفات. خلينا نشوف سيشن كيف عم نشتغل على اكني سكارز، شاب او بنت مني ذاكره. خلينا نشوف، رح نشوف فيديو. فوالا هون عم نشوف في عندها اشياء سطحيه، اشياء متوسطه واشياء غميقه. شوفوا كيف هلا هون تلجنا الجلده وكنا حاطين بنج عم تتحمل. ما في مشكله، ما كله بيتحمل، منه الوجع سيطرنا عليه، منه مؤلمه بس شوفوا قديش عم بيصير في حفر بالوجه بقلب هالتقنيه هاي، كيف عم تقدر تخترق. وطبعا لاحظوا المكنه السوداء، شوفوا الكولر -36 كيف دغري من بعد ما نكون كسرناه هون بنرجع الهواء بفرز هالمنطقه من الوجه لحتى ما يصير في احمرار وما يصير في شيء. هلا شو بيصير من بعد الجلسه؟ تعال نحسب انه عندك اكني سكارز، جيت عملت اليوم الجلسه. بعد شهر بنحط لك او 6 أسابيع بالحد الاكثر بنحط لك السيشن الثانيه، وبعد شهر ثالث بنحط السيشن الثالثة. اوكي هلا بهالفتره بنعطي البيشنت سوبر فودز، بنقول لها كلي كل شيء ملون، انتي اوكسيدنتس، كلي جوز، لوز، راسبيريز، بلو بيريز لحتى تعمري كولاجين. نعطيها حبوب من الخلايا الجذعيه، بدنا بوسترز كمان من الداخل لانه نحن بدنا نعمر بشره جديده وبدنا نتخلص من هالحفر ومن هالندبات، فبنعمل بوست من جوا ومن برا بثلاث جلسات. بتصير تجي على الموعد السيده او الرجل كل شهر وبتعمل يا فول فيس يا فوكلايز سيشن اذا عندك الوجه او اذا عندها محل صغير. في منهم بيجوا مثلا بيكونوا واقعين هن وصغار عندهم مثلا هون سكار او هون سكار، بيجوا بس بيعملوا الندبه. اوكي مش ضروري انه يعملوا الفول سيشن. هلا الاشخاص اللي عندهم عقده نفسيه من هيدول بيعملوا ثلاث جلسات، وإذا ضل في رتوش منعيدها بعد سنة وبتنتهي المشكلة والوجه كله بيعمر أنسجة وكل هالحفر بتتعبى بالكولاجين. يعني خلينا هيك مشكلة بس بثلاث جلسات بتنحل، مش هيك اسمها سيكريت. بيرفكت عن جد. خلينا نشوف ندبة على الجبين. بتعرفي كلنا بنوقع نحن وصغار وهيك وبنضل حاملين هالندبات معنا. أوكي. فإذا في عندنا سكار مثلا على الجبين أو على الحاجب أو مثلا اوقات بتكوني عم تشوفي وجه سيده بتلاقي انه في عندها ندبه، كمان هون في عندنا سكار صغيره ندبه على جبين سيده. فشوفي كمان بنشتغل بنفس التكنيك، بس يلي بيفرق الغمق تبع الابر بيروح 1.5 يعني بنصير نحفر اغمق. وشوفوا كيف اشتغلنا على السكار، وهيدي السكار رح تختفي بعد 3 مرات ببطل في ندبه. اوكي لانه اكيد تتعمر نيفين عندها عنده شيء فكرتي وين هون قد ما كنت شقيه واقعه وبعدها كلنا نحن وصغار بيكون عنا. ايه هلا رح فرجيكم كم صوره قبل وبعد من عنا من الكلينيك. شوفوا كيف قديش بتفرق البشره. هون حاله متقدمه جدا. صح هون اخذت 4 سيشنز. وشو فرق الوجه كثير وشو اصغر، يعني حتى هيدا الموضوع ببين على البشره. بدي اخبركم كمان انه سيكريت يلي ما عنده اكني سكارز بيقدر يجدد كولاجينه. هلا بخبركم شو فينا نعمل. هون عم نشوف شاب رجل شوفي بخده هون بعد 3 جلسات لا اكثر يمكن ولا لا هون 3 جلسات. هون مثل ما قلت يمكن كان يخبي بدقنه او شيء 100% او يترك شوي الشعر. شوفوا هذه الحاله اشتغلتها
اشتغلتها وهي كانت مش مقتنعة انه اجت انه مش مقتنعه فقد الامل كاب كارول بدك تشتغلي حسيرك انا لنشوف شو رح يطلع معي. شوفوا ركزوا منيح كيف كان وجهه طلعوا فيها خلينا نشوف بعد اول سيشن خلينا نشوف بس خلصت شوف واو كمان في كانه لمعه بالبشره مي كانه لاحظنا هلا نحن قبل ما نطلع التكنولوجي على العلن نحن بنكون لنا سنه عم نشتغل عم تجربوا هلا لاحظوا التقنيه ساوث كوريان جاي من كوريا وعلى فكره كوريا رح تحتل المرتبه الاولى بالتجميل اذا قلنا ايه واذا قلنا لا لانه عندهم احسن تقنيات احسن جراحين تجميل واحسن برينز لحتى يخترعوا مكانات اوكي جماعه مش طبيعيه شو قويه وشو افانغارديست يعني بنكثر سفراتنا على كوريا ايه انا هلا رح اسافر لكوريا رح خبركم انه السيدات او الرجال اللي عم اجوا لحتى يعملوا علاج للندبات لاحظنا انه مثل ما قلتي صار في لمعه تعبى وجهن صار في نضاره صار في شد فلنا هيك نجرب التقنيه على سكين بشره عاديه واذا تفاجئنا انه شدوا صار في عندهم تقريبا 60% من المخزون الكولاجين علي وصار في عندهم بشره فيها نضاره وفي شيء كثير مهم اختفى يلي هو البورس او هن المسامات فصار في عندنا انديكيشن جديده بسيكريت انه نسكر فيها المسامات نعمل فيها فيس ليفت ومنحفز فيها الكولاجين فيكم تصيروا حلوين اذا ما عندكم اكني سكارز واذا عندكم اكني سكارز فيكم تشيليهم وتصيروا حلوين صار فينا نتخلص من المشكله بس كارول نقول لكل المشاهدين اللي عندهم اي استفسار كمان سؤال فيهم يتواصلوا معك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ايه فيكم على فيسبوك على انستغرام وعلى الموبايل ابلكيشن فيكم تشتركوا على كارول زامرود وكل يوم تسمعوا موضوع جديد وباقيين بيروت ولا لا في عندنا سعودية قريبا السيكريت صارت موجودة بالرياض من هون لآخر الشهر تكون موجودة بدبي بعد coming soon بس ببيروت أكيد and it's operative والنتائج مذهلة شكرا لك كارول زامرود هلا كمان انبسطنا بحضورك معنا أهلا وسهلا فيك شكرا لك شو رح تتابعوا مشاهدينا بعد الفاصل قصة وتسريحة جديدة من توقيع مزين الشعر نيكولا بخازي متى يمكن الأولاد أن يقوموا ببعض الواجبات بأنفسهم ويتكلوا على ذواتهم؟ حضروا عرس الأحلام واتركوا هاللحظات تنطبع بالفرح والاحتفال خبيرة بفن الطهي دلال كنج معنا اليوم وشو رح تكون وصفتنا لليوم اهلا وسهلا دلال اليوم عامله تارت الارتيشوكه مع زيت الكمام ما بدنا نخوف المشاهدين زيت الكمام اللي ايه بالسوبر ماركت حتى حيلا زيت يعني كيف نشتري زيت زيتون زيت عادي ايه بس بقلبه في نكهه الكمام اوكي بقى تنخبر شوي اول شيء عن عجينه التارت اليوم عم نحكي على كوبين ونص من الطحين يلي بدنا نضيف له نص كوب من الحليب السائل وكوب من الزبده مع رشه من الملح هون كتير مهم انه الزبده ما تكون ابدا سخنه بنشيلها من البراد قبل بنص ساعه بندعك كل الخليط منغطيه بفوتة المطبخ بنوضعه على جنب لمدة ساعة لتتخمر العجينة بعد ساعة بنمد العجينة أكيد بقالب التار بنشككها هون فينا نشتغلها دغري عني مثل ما فينا نوضعها بالفرن نخبزها نص خبزة لتنشف مش أكتر يعني مش أكتر من 7 دقائق هلا شو هي وصفتنا اليوم؟ بطنجره على نار بدنا نوضع ملعقتين من زيت الزيتون، بدنا نلوح فيهم 3 توم مفرومين صغير، 3 روس من الثوم مفرومين صغير، بدنا نرجع نضيف 1 كيلو من الارتيشوكه يلي عم تشوفوه هون يلي بدنا نقطعه لاربعه، بدنا نلوح كل الخليط سوا بنرجع بدنا نضيف لهم ملعقه كبيره من زيت الكما يلي بنلاقيه بالسوبر ماركت بنرجع كل هذا الخليط بدنا نضيف عليه كوب من الكريم فريش اكيد هون فينا نستبدل اكيد باللايت واثنين بيض كاملين اكيد بدنا نخلط كل الخليط سوا ما بدنا ننسى رشه من الملح بهار الابيض وبهار الاسود شو بدنا نعمل بدنا نجيب الخليط اكيد نضيفه على عجينه التارت انا اليوم حبيت اشتغله على صغير بس اكيد فينا نعمله على تارت وحده كبيره او حيلا شيء نحن بنحبه اكيد
واكيد بدنا نحمي الفرن 180 درجه ونوضع التارت بقلب الفرن لمده 25 دقيقه. هيدي وصفه كثير طيبه بتنعمل باهم عزيمه، مثل ما في هيدي التارت ساشا اعمل سلطه اخضر، يعني حيلا شي كيل، لولا روسا، فيدوشان، حيلا شي، وفي غير كمان يمكن بالحشوه او بالنكهه، فينا نحط البروكولي، فينا نحط حيلا شيء نحن بنحبه، بس انه هي الارتيشوكه مع زيت الكما كثير طيبه، مثل ما فينا نشتغلهم ونوضعهم على وجه الخضار، يعني سبانخ اخضر او روكا او حيلا شيء نحن بنحبه، كمان بتطلع سلطه طيبه، مثل ما فينا اول ما يخلصوا نوضعهم بالفريزر لمده شهر واثنين ما بصير لهم شيء ابدا، وقتها بدنا ناكلهم بنشيلهم دغري من الفريزر على الفرن لتسخنهم بس مش بالمايكرويف. هذه هي وصفتنا. هذه هي على القد، على القد كم دقيقة أخذنا؟ عارف ما بعرف على القد. ثانك يو دلال، برافو، ميرسي لك دلال، أكيد رح نطلع عليك كل شوي، يعطيك ألف عافية. أما هلا موعدنا مع أجمل التسريحات وقصات الشعر لضيفنا المعتاد اللي بيزورنا كل أسبوع مزين الشعر نيكولا بخازي، إلك نيفين. أكيد ساشا، ولكل اللي عبالهم هيك يغيروا قصة شعر أو شو في شيء هيك جديد بعالم تصفيف الشعر، مصفف الشعر نيكولا بخعازي معنا اليوم، دائما هيك بتضيعني قد ما بتحمس. أهلا وسهلا فيك نيكولا. هاي كيفك؟ الحمد لله. أهلا وسهلا. شو في عنا شيء جنون اليوم؟ اليوم مش عنا جنون، اليوم اخترنا هيك شيء نيو كلاسيك شوي مرياج، فينا نلعب عليه الشيء نيو مرياج أو بلا مرياج مثل مدة كل يوم، يعني حسب ال للأكيد الستات كي بيلبسوا تيابهم كل يوم، أو عاملين كمان عملنا كالر وقصينا، وكمان حنعمل شينيو هيك لوس، يعني تقريبا نيفين فاتين احنا بهالموسم شوي هيك مثل بقولوا بالعرض هيك. شوي هيك ايه، وبموديل الوحدة بتجننا، كيف اذا اليوم جايب لنا اثنين موديل؟ وهلا مش كثير عم نقص قيسي شوي لانه ديجا مرقنا الحمد لله الحمد لله وقت كثير طويل، والصبايا هلا بالشتاء شوي بحبوا يكونوا عندهم الكرر اللي هو على براون بيعطيهم حياه شوي، عملناه عند ريتا، واكيد عند كمان عند العروس كمان لوناه لها بقى انه عرسها بالصيف، هلا عملنا لها سيار بلشتوا من هلا؟ لحتى لونا لها شعرات واعطيناها، يعني حلوين هلا بنشوفهم. هلا انا حسيتك عم تحكي وصرت هونيك اصلا، يعني انا بحب هيك بدك دغري انت تحكي يعني تفسر بالشغل، حط شوي صغيره البريس هون. اوكي تفضل نيكولا. مثل ما شفتي هون عملنا كالر اليوم راسيين، اشتغلنا على الطرف، هي العروس بالصيف. اوكي او تقريبا لونا الطرف، الطرف هو اللي بيبرز الكوافير. كثير حلو الراسيين، كثير حلو، اللي هو اسمه مارون كويفري. المارون كويفري دائما اللي بيعطي كثير لمعيه للشعر. يعني انت جربت لها لون الشعر من هلا؟ لا لا لا، انا بتعرفي اني دائما نيفين انا اللي بيطلع معي بالشغل اللي هو شو بقوله اكثر شيء، ليك عم نبش على الحديده. ايه هيدي الحديده جمعة الماضي، هيدي جمعة الماضي حبيناها كثير، بس هون اليوم رح تحبيها كثير اكثر، هون حتبرز الحديده الشغل كله. اوكي شو لانه هون نيفين مبعود فيكي تمشطي بطريقه خلص انه نضب الشعر كله، شو بدك تسحري؟ بدك تعملي شيء تسحري فيه. يعني هلا شو عم نعمل؟ هلا عم نبرز فورمه الوجه فوليوم، هو ما لازم دائما وقت اللي بكون عم يشد الشعر بطريقه حلوه ما لازم كثير نعمل غره، غره بترجعنا شوي كثير قديمه. اوكي اليوم الحلو انه ها شفت مثل ما هو، ها ليك شو صار، بتقدر تسحبي الخصل اللي بدك اياها، صار عندنا مأكس الشعر كله تنظف. اوكي خلصت هلا هون بيترتب الشعر دغري، بيترتب بطريقه حلوه كثير. صار عنا هذا الشعر كأنه مشطي شو الحلو. طب بهدي هيك شعر؟ لا هلا مش بهدي، هلا بنكفيهم، هلا ما خلصنا بس لهون. اوكي بس لانه صار الوقت عنا بدهمنا معكم كثير، شفتي شو حلو كانك عم تسحري. على كل حال انت كثير سريع نيكولا، دايما العروس عنده 5 دقائق، سشوار 2 دقائق، ويفي 3 دقائق هيك. عنا هيدا بالاستوديو هلا، عندك الوقت بيقطع دغري.
شفتي شو الحلو؟ شو صار عنا؟ شو حلو يعني هيك العروس بتجرب قبل بتجرب بفترة طويلة حالة. يعني ست سبعة أشهر إذا بيلبق لها أو لا. شو صار عنا؟ صار عنا التغسيل هون الحلو. شفتي دقيقتين أخذنا لأنه بدك تنفشي وتعملي وتحطي دبوس صرنا غير واحد بتعطيني البوال شوي بليز. أوكي حتى هون هلا هون أكيد أنت رح تحبي هذا الموضوع. ها؟ هل حتحطها على اوكي هيدي هون هي شو صارت؟ صار عندنا المارياج. شوفي شو حلوه هالطرحه الجنون السنه شو حلوه مهضومه كثير صار عندنا شو السنه؟ انا كنت عم تخيل حتحطها لورا لا ليك شو الحلو حلو شو حلوه شفتي هالفراغ هون بتختار ساعة العروس حلقاتها كيف طوال صغار هالفرز اللي هون شو حلوة هيك تغطية الوجه وهي بتغطيه إذا بدها بتروح على أيام زمان كتير يعني بتصير عندها العروس العروس حلو يكون عندها كذا صورة لها بقى هون بنختارها للكاميرا شو بتحبها بنخدها لورا بنخدها لقدام هيك لنسأل المخرج كيف حبيتها لورا لقدام أو بنحطها هيك قال كيف ما بيشتغل مخازي حلوة لك هول عيونه الحلوين لننتقل لنيكولا على الموديل الثانية تنشوف هون شو رح نعمل هون ماشي اللي حكينا عنه شوي اللوز أوكي. هون كان الشعر كتير غامق على أسود مش على أسود كتير يعني على شاتان فرنسي اشتغلنا اللي حطينا له شوية كويفري كويفري مع بس هون بيفرق عن لون شعر صبية الثانية أكيد البنة أكيد البنة إيه أكيد على شوكولا أكتر هذا على شوكولا إيه هذا على شوكولا حلو نسميه شوكولا الحلو دائما مش شوكولا لا المر بيبقى غامق كثير حلو افتح بس شو هون حتى نكون عندكم هيك شوي سريعين وشوي عم نستعرض الموديلات تياخذوا فكره للسيدات والصبايا اللي عم بيتابعونا في اكستنشن في اكستنشن ايه اكيد بنحط الاكستنشن مثل ما هي هاي هيدي هي بعطيني نفس اللون نفس اللون ونفس تقعد بالطريقه حلوه مثل ما شفتي هون اليوم بس نيفين لقل لك شغله انه هول كلهم تحضروا اليوم احنا ما بنحضر الا لنشوف الصبايا كل صبيه شو اللوك تبعها هول كثير مهمين كيف في صبيه تطلع معنا ناتالي بتترك ناتالي. الجامعه وبتجي وين هلا بالجامعه لا لا ناتالي قال اخذي شويه بريك مشان تطول شعراتها شوي صغير خلينا نشوف شو صار عندنا صار عندنا كثير فكره مهضومه دائما نيفين ما فينا وقت بكون عندنا فوليوم كثير من تحت ما فينا نروح على تنفيش من هون تاخذي هذا الشينيو كل شيء فوليوم كل شيء هذا الشينيو كل شيء اسمه بوديوم يعني على البوديوم المودلز كلهم بتلاقيهم بهالطريقه هون شو يا ريت عم بعذبك؟ لا مش عم بعذبك تقيلة؟ لا لا ما الاكستنشن خفيفة كثير اعطينا شوي سبراي بليز تنشوف كيف حتعمل الغرة بعد في الغرة نيكولا بعد في الغرة ايه اكيد واليوم مخففين شوي حكي لانه مركزين كثير على الشغل على الشعر ايه اذا بتنتبهي نيفين اليوم كتير مهم حسب التياب حسب طريقة القبة الفستان بنشتغل على الشعر بنوطيه اوكي هول دائما انا وياك بنقولها على الهواء بس للمشاهدين يعرفوا شو نحن عم نشتغل شو صار عنا؟ صار عنا تقريبا الشعر شعر. كله سات وهلا بتشوفوا هيك بناخده اذا بتشوفي كيف صار عنا 90 درجة هلا هون شو صار عنا؟ صار عنا بقى الغرة ما بقى فينا نملسها لانه اذا ملسناها بنظهر عن الستايل تبع 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 بدنا نكون كل الشعر نفس الشيء بدها تطلع لحتى تضل هي تحس حالها الصبيه بشعرها الناتورال بتحطي لون هون على راس الشعره نحن قصيناها بهالطريقه شوي اذا بتشوفيها كيف موجي هيك طريقه التمويش حلوه كثير حلوه بعد هون شو الصبايا عم تخليهم على تيابهم مش حاطين اكسسوارات مش حاطين حلقات دائما الشينيو بيبرز حاله هو الشينيو اذا ما حطيت له اكسسواراته يعني تقريبا هيك تركنا مجال للست لانه كمان الاكسسوار له حق بس ما بعرف المخرج كيف لازم هلا ياخذ من قدام من ورا فيها يمكن تعمل تبرم هيك اوكي
اكثر، عندنا نظره اخراجيه. شفتي شو حلوين؟ سحرنا؟ كثير حلوين نيكولا. عندك شي سفرات قريبا على احدى الدول العربيه؟ على يلا ان شاء الله اذا من جمعه الجاي اللي بعدها ان الله غاد ان شاء الله. وين معقول تروح؟ معقول اقدر انزل على مصر. على مصر؟ انزل على مصر يومين كمان، انا شويه هيك شويه بروجي وان شاء الله خير. وأمانة إذا بتروح على مصر إن شاء الله تسلم لنا على كل أهالي مصر. ثانك يو لإلي. لأنه في كثير بيتابعونا من هونيك. ثانك يو. شفت عم نعمل شو هلا بين هون بين هون. بس خلينا نشوف كمان هون شوي صغيرة على الكاميرا، كيف كمان عاملين وخاصلين الشعر ورا. عاملين الشعر ورا بطريقة تورساديت بالعرض، يعني هذا الفوليوم لحتى ما تطلع كثير، لأنه هو ديجا هو كوافير اسمه كلاسيك. أوكي. يعني بتعملين شوية حركة على الواطي لحتى يجزوا بشوية صغيرة. بعد في شي نيكولا كمان حابب تقوله للمشاهدين أو للصبايا اللي عم بتتابعنا؟ لشوف الصبايا إذا حبوا الألوان الشعر كثير حلوين الألوان الشعر، لأنه مروا مثل ما حكينا وخرج هلا يعني شهر واحد اثنين ثلاثة. يعني أنا ريتا وقت إجت لعندي اليوم بكيت بدها تصبغ، قلت لها مبلا من برزيك من زغرك بعطيك حياة من صبغني لها وجبها اعطيناها. يعني بتعرف أحلى شيء نيكولا بالبنة إنه ما ضارب على حمار وطالع اللون مثل ما هو، يعني بنة شوكولا طالع مثل ما هو. أهم شيء وأسهل نفتحه. أهم شيء هون شوي ديليكا، يعني هون كويفري كويفري بس مش ملمع الراسين جوا، ملمع الشعرة. مش انه طلعنا الصبغ اول جمعة بكون راسنا. هو الحلو بالكالر انك تعملي ميكس وقت بتعملي ثلاث الوان. انا ما بعترف بكالر واحد، يعني تاخذي تيوب صبغة وتعصريه، لا بياخذنا لغير محل. تعملي ميلونج، يعني هذا بشد هذا وهذا بيحكي مع هذا بيطلع اللون واحد دائما، والاكسيدون بيلعب دور طبعا اكيد، والشطاره والاكسبيرينس يعني هيدي لابد منها. ثانك يو رامي. ثانك يو. وثانك يو نيكولا. موعدنا الثابت بيتجدد ان شاء الله نهار الاثنين الجاي. وهلا مشاهدينا رح نروح فاصل ومن بعده منتابع. متابعين ببيروت ومننتقل للموضوع النفسي، وأيمة الأولاد لازم يبلشوا يتكلوا على نفسهم وبالأخص بمسألة النظافة الذاتية. هالموضوع رح نطرحه مع المعالجة النفسية إيفي شكور. أهلا وسهلا فيكي إيفي. كيفكم؟ الحمد لله. وأنت؟ ماشي الحال. أهلا وسهلا فيكي إيفي. عادة بعمر الأربع على خمس سنين ببلش الولد يتطلب يمكن يأكل يشرب لحاله، هيدا فينا نبلش نعتبرها أنه المرحلة الأولى للاستقلالية الذاتية عند الطفل؟ أكيد. هو ليش بقولوا أربع خمس سنين؟ لأنه بهالعمر يعني حتى قبل بشوي ثلاثة أربع سنين الولد بيروح على المدرسة، سو هون بينتقل من المجتمع المسكر، هو مجتمع العائلة اللي كان عم بحيطه، لمجتمع شوي فيه استقلالية، بده يكون لوحده، بده يعرف يواجه هالمجتمع، يفوت بالمجتمع، إذا حدا ضربه، إذا حدا قال له شيء هو لوحده يقدر يواجه المجتمع. مشان هيك هون بنعتبر انه المفروض الولد يبلش اشياء كثير يعملها، يصير مستقل يعملها لوحده، مثلا الاكل، الشرب، اللعب كمان صار فيه يلعب شوي لوحده، فينا نتركه نبعد عنه ما مضطرين نضل عم نحيطه، وكمان انه الاهتمام بجسده بنظافته الجسديه. اكيد. طب عندنا ريبورتاج سالنا هيك الناس شو رايهم بهالموضوع، خلينا نتابعه نحن وياك ونرجع ناخذ تعليقك. يلا. منذ اللحظة الأولى، منذ أول صرخة ودمعة، حتى أول ضحكة وأول خطوة وأول شعور في كل شيء، الأم هي التي تكون بجانب طفلها. ولكن هذا الطفل الصغير يصل إلى مراحل من عمره حيث يجب أن يتكل على نفسه، ومن هذه الأشياء هي عملية الاستحمام. أنت كأم متى برأيك يجب على الطفل أن يبدأ الاستحمام وحده؟ بالعمر 5-6 سنين يبلش الولد يتعرف على حاله، يتعرف على جسمه، لازم الولد يحمل المسؤولية وهو يعتني بنظافته. من العشر سنين يعتمد على حاله. أنا أصلاً يعني ولادي هني صاروا يستحوا وصاروا يتحمموا لحالهم. من عمر 7 سنين خلاص يعني ندي صار بيعرف كل شيء. أنا 7 سنين خلاص الولد بده يصير يتحمم لحاله. أنا بفضل إنه يتحمم هو صغير، يعني معلش بعطيه فرصته إنه عمره سنتين مثلا، سنتين ونص ثلاث سنين معلش، خليه يجرب، إذا أنا تحت مراقبتي ما بيأذي حاله، بس يعتمد على نفسه.
8 سنين لازم نكون مستقل، بلش يتعلم انه الاستقلاليه، واساسا الولد بلش بيكتشف جسمه، بيصير في شويه حياه عند الولد كذا بتخليه يعني يتكل على حاله. مش قبل 7 سنين، بحس انه الام انه بدها تساعده لهالوالد، تعطيه ارشادات شو لازم يعمل شو. وبسن 10 سنين فقط، لانه بال10 سنين ببلش الولد يعتمد شوي على حاله. على عمر 6 سنين 7 سنين، لانه على عمر 7 سنين بيكون صار فيه يفهم عليك مزبوط شو عم تطلبي منه ويعمله لوحده. اليوم عزيزتي تابعينا لتكتشفي أكثر متى وكيف يجب أن تسلمي طفلك الثقة ودفة التحكم بحمامه، فاسمعي جيدا. شو يا إيفي، أعطينا نصائح يعني تروحت الأعمار، شو 7 سنين 10 سنين، شو العمر المناسب هيك نعطيها الاستقلالية للولد؟ أبليك هو العمر المناسب بين 4 لـ5 6 سنين. أوكي. بس أنا مثلا عياديا إذا إجا لعندي حدا ب7 سنين وبعد ما بلش هالموضوع، بطلب من الأهل إنه لازم يتعلم يتحمم لوحده. إذا إجا لعندي حدا مثلا عنده ولد بعمر 3 سنين وسألني، بقول له مش مشكلة يلا بلشوا، لأنه هو بهالعمر بلش هو ينبش على استقلاليته. بس مع أكيد حدا قال عمر السنتين لقي أنا بكير، ليه؟ لأنه في خطر يظهر يزعج حاله. أكيد منبلش أول شيء بدنا نعلمه كيف بده يتحمم لوحده، ومنفسر له ليه، يعني مش أنا عم بتركك تتحمم لوحدك لأنه أنا ما إلي جلادي أما بدي أما شيء عم بتعبني، لأنه أنت لازم تحترم جسمك. نحن الحمام للولد بناخده بنطاق التوعية الجنسية عند الأطفال، وبناخده بنطاق كيف نعلمه يحمي جسده من الأشياء، يعني أول شيء عم بيحميها من البكتيريا ومن الأشياء المنا نظيفة، هيدي أول شيء عم نعلمه how to protect هالجسم. منقول للأهل وجودكم بالأول مفروض تعطوا شوية إرشادات بتفسروا له أنه أنت لا، وخصوصا الأماكن الحميمة أنت مسؤول عنها، أنت مسؤول عن حمايتها. هيدا الشيء بيعلمه للولد باللاوعي عنده أنه أنا مسؤول عن جسدي، أنا عم بيعطوني هالمسؤولية، هذا الشيء كتير منيح. طب إجمالا بس إيفي، يعني بالواقع بتلاقي أنه الأهل بيعطلوا هم بالشتاء مثلا السقعة، بغض النظر عن العمر، إذا البنت شعرها كمان طويل ما تاخد كتير وقت، هون القرار أول قرار يعني بيرجع للأهل أو للولاد، يعني لما الولد البنت أو الصبي يطلبوا أنه أنا بدي أتحمم لحالي، بدي لازم أو لازم الأهل هن يفرضوا هالشي. إذا الولد طلب مفروض يتركوه، يعني بلش هو عم ينبش على استقلاليته ولازم يشجعوه ويقولوا له إنه هيدا الشيء كثير منيح، لأنه للأشياء اللي قلناها لتحمي حالك، عم تحمي حالك، لتعرفي تهتم بحالك، هيدا كمان عم نحطه تحت المسؤولية. أما إذا الولد ما طلب مفروض الأهل يبلشوا يقولوا له إنه أنت لازم تعمل هالخطوة لوحدك. إذا البنت شعرها طويل أوكي فيها تقاف الأم أول مرة اثنين حدا تساعدها شوي تعلمها، لازم تعملي هيك تنطفي من هون، لازم تستعملي المي بهالطريقة، وبعدين بده يجي وقت كل إشي بدهم يعملوها هالولاد أول مرة بتكون صعبة، بده يجي لوقت بدهم يعملوه، سو أحسن يعملوه بالوقت المناسب. وبتتسحب الأم شوي شوي وبتعلمها أنه هي ما بتعرض جسدها لمين ما كان حتى لأمها، هيدا الشيء أنتيم إلها حميم إلها خاص. نعم. وبتتحمم لوحدها وما حدا له حق يخرق هالمساحه. طب ايفي، اي متى بتصبح الحاله مزعجه او غير مسموحه من الطرفين؟ يعني الحمايه الكثيره للولد مثلا شفنا بعض الاجوبه لعمر 10 سنين، كثير 10 سنين، اي متى بتصير الحاله شوي مش مقبوله؟ كثير اهالي بيجوا لعنا بس نحكي معهم بهالموضوع بيرفضوا، بقولوا لا وكيف انه كيف بده يعمل ينظف حاله، كيف بده كذا. حتى قدين احنا عياديا بنشوف اشخاص بيرجعوا لورا وبتذكروا كيف كانت ستهم ام كيف كانت والدتهم تحممهم باي طريقه كانوا يستعملوا عليهم هالقساوه وبترجموها باشياء كثير نيجاتيف. سو مش قد ما منحف جسم الولد هي الطريقه المنيحه للحمام، فينا نتنظف ونكون كثير بدون ما نعمل اكت داجريسيفيتي على الولد، نكون تكون الحمام بالعكس شيء حلو للولد مش شيء بشع. وبعمر 10 سنين حتى بعمر 8 سنين مفروض هالولد انه يكون يعني الاتصال بالاهل، يعني ما بده يستقل، مفروض يكون بلش اخذ استقلاليته. لازم صرخه للاهل انه نوقف هالشيء. طب شو مخاطرها اذا ما استقل؟ يعني بيدي تحميلها هالولد وتحميه وترافقيه، عنده عواقب بعدين على كبر كتير ثقيلة إذا الولد ما استقل عن أهله.
يعني مثلا بس هيدا الشيء يعني هيدا الشغل الاستقلاليه بهيدا الموضوع هو بيأثر يعني كثير اكيد. بدي احكي شغله، بدي اوضح شغله. دائما الاهل بيجوا لعنا عياديا عندهم مشكله، مثلا اولادهم ما بيسمعوا كلمتهم، ام عندهم مشكله اولادهم ما عندهم مسؤوليه، وصلوا لعمر 14 و13 و12 ما بيدرسوا لوحدهم والى اخره، بيشتكوا. هيدول كلهم هالكيس كله من عدم المسؤوليه عن الولد هو تراكم اشياء صغيره من العمر كثير صغير ما سمحنا له للولد ياخذ المسؤوليه فيه. ان كان مثلا منبلش بالحمام، هي اكبر مسؤوليه لجسده للانسان، لجسده لهالطفل، نحن عم ناخذها عنه، مفروض هو يتحمل مسؤوليه حمايه هالجسد من الاشياء المش نظيفه. هيك بفوت هالمسج على راسه للولد وبيعرف انه هو له حق، ام هو مجبور، ام هو ملزم، ام هو عنده مسؤوليه يحمل مسؤوليه نظافه جسمه. وبتمشي معه باشياء عم تركب، هو درج ام حيط ليجو عم نركبه شغله ورا ثانيه، مش دغري بعمر ال 14 بدي اجي انا لومه لانه ما عنده مسؤوليه، ام لومه لانه كسر لعبته الى اخره. بدي لوم حالي قبل، لانه انا ما علمته يطلع الدرج، انا عمي فشخه هالمسؤوليه. طيب في الاولاد اللي بيرفضوا رفض تام انهم يتحمموا لحالهم مثلا، هون فينا نربطه بشيء نفسي مثلا عند الطفل؟ بيكونوا عم بيرفضوا انه ينسلخوا عن اهلهم، بدهم يضلهم ملتحقين بالاهل. عند الاهل يمكن ما بعرف قد ايه هالموضوع بيرتبط بنلاحظ انه الولد ما بيحب يكون لحاله، كثير معلق ب انا بدي اقول شغلي لانه هلا قلتيها، هي مش موضوعنا. ما بالمربى ما نحط انه في طلاق، يعني انا لازم غير طريقه مربيه. وبنفس الوقت يعني دائما بقولها كثير كثير بمعنى قليل قليل، وكمان اذا في طلاق ما في اجي قول لا غص من عن رقبته، بدها تضل الاشياء ماشيه، ما يتحجج بالطلاق. او يكون بالطلاق في حنيه زياده يمكن. ولا يعني نحن فينا نعمل ريكوبانس اذا في مشكله، مش بس طلاق، يمكن يكون وفاه، يمكن يكون انتقال من بلد لبلد، مسافر. فوالا، بقى نحن فينا دائما نعوض هالاشياء بشويه كوميونيكيشن زياده، بشويه توليرانس، نتقبل هالولد، نتقبله مثلا اذا عامل غلطه ما بنعمل رياكشن قدامه، بشويه حنيه مثل ما قلتي، لمسه، نظره حنيه انه انا ماشي معك، عامله ديل معك وفهمه معك، وبنضل ثابتين على مبادئنا. وقت النوم يمكن ما بعرف، هن كل بيت عنده رول بحطها، بنضل ثابتين عليها. انا ما فيي اجي اقول لازم ينام بهالوقت، الاهل هن في عندهم نظام حياتي هن بيقرروه، ما في شيء صح وما في شيء غلط. سو هل هن مقررينه، ما لازم نخلي اذا في كيس نرجع نترك نزيح عن هالقانون، ساعتها الولد بتعود يزيح عن القانون اذا في شيء اكسبشن. سو حتى لو الولد اذا عم بيرفض ام عم بيصير العمليه الاستحمام لوحده طريقه بشعه، فينا نحن بطريقه ثانيه نحول الحمام لطريقه حلوه، لطريقه لعب، لانه الحمام الولد اول ما بيخلق هو من اكثر الاوقات اللي بيرتاح فيها، لانه بتذكره بمحل ما كان موجود قبل الولاده. سو فينا نحن نحول له اياها بحيال العمر لتسليه، لببلش شوي شوي مثلا بيعمل نص حمام لوحده ونص حمام، بيرجع بتعود انه انا كيف بنسحب شوي شوي اذا هالولد ما عم يتحمل انسحاب الام المفاجئ. هلا الله يعينا هون البنتين يجي كل ورا بعض باخذ الاسئله بعين الاعتبار، عرفتي، لحتى اكون ماشيه على السكه المضبوطه، لانه الا ما يصير في بعض الاغلاط عن جد من الاهل. لهيك لازم الولد يكتسب هالعادات. هلا اعطينا يمكن الاستحمام مثل، بس في كثير عادات لازم يتكل على حاله. بس انا كمان بدي اقول شغله، انه سالوه لفرويد شو هي الادوكيشن الممتازه، قال له ما في شيء اسمه كامل، كمان ما فينا نوصل للبيرفكت، ما فينا نوصل للكمال. وينيكوت بيقول دائما يفو ات سوفي زمان بون للام، انه على القد تكون منيحه، كثير كثير منيحه يمكن توصلي انه تخنقي هالولد وتزعجي، ومنك منيح بالمره كمان رح يكون في نقص. سو يكون في اعتدال دائما بالاشياء اللي عم نعملها، هيدا يمكن الاحسن شيء للإدوكيشن. شكرا لكل هالمعلومات اللي اهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك معنا. فاصل اخير وبنرجع بنتابع اخر فقره لليوم الى عالم الاعراس، تابعونا. وصلنا للفقرة
الفقرة الأخيرة من برنامجنا لليوم، ولكل عم بيتحضروا لحدث مهم بحياتهم وخاصة الزواج، تابعونا بهالفقرة راح نفيدكم بالكثير من التفاصيل، ومع ضيفنا أكيد مستقبل منسق الأعراس روني نعمة. أهلا وسهلا فيك روني. أهلا وسهلا، شو أخبارك؟ منيح، أنتو كيف؟ تمام الحمد لله. عم بيعزبوك هالعرسين أو ماشي الحال؟ لا ماشي الحال، بلا في ناس هيك وفي ناس هيك، في من كل شيء. شو أكثر شيء عم بيطلبوا بعالم الأعراس روني؟ بيجي العالم كله بده شيء جديد، كله بده افكار جديده، يعني مجرد ما نوصل عند ويدنج بلانر العالم تطلب انه شيء جديد، ونحن مجبورين نعطي افكار جديده، يعني بمحل منك بقى مسموح انك تكرري حالك ولا تقلدي غيرك. صحيح، العالم دائما بده شيء جديد، ما في ترند، ما في خيوط عريضه للاعراس، في ذوقك وفي افكارك تتوصل لمحل تختاري تكوني ويدنج بلانر، يعني انت شخص كرييتيف من الاساس. مش بس كرييتيف، كمان بده يكون باله طويل، بده يكون كمان بيقدر يفهم العرسين والزوجين، وهون بدنا نركز كمان على العلاقه مع زبوناتك، كيف العلاقه لتقدر تفهم عليهم ويظهروا بالاخر مبسوط. هي اذا بدنا نحكي نيفين، انا دائما بقولها مش ضروري تكوني ذواقه او عندك ذوق وانت انسان كثير شاطره بس تشتغلي بلانينج لعرس. العرس اوقات بتضمن سنه متابعه مع الكابلز، تشوفيهم تقريبا اون ويكلي بيسز، بالاسبوع تشوفيهم مره. اذا ما كان عندك نفس طويل ما فيك تكملي، لانه الصبيه اما الشاب وهي مين للصبيه، مع احترامي لكم، كل يوم عندها راي وكل يوم عندها حدا فرجها صوره، بتسال اكثر من حواليها، مظبوط، وبتسال اكثر وبتعرفي هذا النهار بتحلم فيك لحياتها. هي البلانر مجبور يكون شخص قريب، ما في يكون ويدنج بلانر اما شخص بيتعامل مع الناس باحلى نهار بحياتهم ويكون هو دوباز انسان منه قريب، منه فلكسبل، ما بيسمع، ما بياخد وبيعطي، ما بيتقبل نقد، ما بيتقبل راي الثاني، ما بيقدر يمشي الحال. تعملي اول عرس ناجح، ثاني عرس ناجح، وبعدين ما بيمشي الحال. ريبيتيشن تبعك بتقول معلمه مدرسه، اما استاذ مدرسه ما فينا نحكي، عرفتي؟ هيدا القرب اللي بتخلقيه والعلاقه اللي بتخلقيها مع الكابل شغله كثير مهمه تتوصلي لمحل تنجحي. روني، قديش العرس بيكون مثل صوره مصغره عن شخصيه العرسين، ان كان العروس ام العريس، وقد ايه قادر تنقل هيدي الصوره بشكل حقيقي، يعني تحس العرس بيشبه العرسين؟ العرسين اوقات بيوصلوا ساشا بيكونوا ما بيعرفوا شو بدهم، بيكون عندهم احلام ولقطات من كل محل شيء. نحن شغلتنا انه نجمع. انا بسال كثير، يعني انا بمحل مثل ما كانت عم تفضل وتقول نيفين، هو عامل نفسي بدك تشتغلي معهم بمحل، بدك تعرفي هن شو بيحبوا، شو بيلبق لهم، قد ايه البنت كلاسيك، قد ايه الشاب كلاسيك، قد ايه البنت فانسي، قد ايه طالع بالهم يجنوا، قد ايه طالع بالهم يكونوا رايقين اكثر، معازيمهم شو هن، معازيمهم اكبر بالعمر، بكل شباب اكثر، يعني تفاصيل اوقات العالم ما بتتخيل اني هالقد فوت فيها، بس هو لازم نفوت فيها تنطلع شيء حلو، صوره مصغره 100%. اذا العرس ما بيشبه العرسين هيدا شيء منه مسموح. ما فيني اعمل عرس لساشا اما لنيفين وانتم اشخاص كلاسيك مرتبين هيك بلحظه تطلعوا بعرسكم قاصين شعركم قصير، او نكون متوقعين كثير من العرس ويطلع قليل، ما يعني في بس صوره بس توصل عند ويدنج بلانر ما فيك يطلع قليل. يعني الويدنج بلانر في خيوط عريضه مش مسموح انه يطلع ما يوصل اتليست للاكسبكتيشنز تبع العرسين. انا دائما بجرب اني اوصل لمحل شوي حتى هن يتفاجئوا بعرسهم، انه بحب اسمعها، عندي هيدا عندي اذا بدك عقده، بحب اسمعها انه ما توقعنا هيك. بالاخص يعني هلا السوشيال ميديا صرنا كلنا بنشوف صور كثير حلوه وبنشوف افكار دائما جديده واعراس كبيره، وبتبقى العروس عندها الحلم انه تقدر ولو 1% او 10% تنفذ من هالصوره يلي شافتها، لانه بمجرد ما نشوف هالاتصور بنبطل نلاقي شيء حلو. هون كيف فيك تقرب كمان وجهات النظر، او تقدر كمان تعمل شيء مشابه بالبادجت؟ البادجت البادجت هو عامل اساسي بس مش هو الوحيد، يعني تيكون عرس ناجح البادجت عامل كثير مهم، لانه ما بدنا نضحك على بعضنا، اوقات بيجي ناس عندها احلام كثيره ومنا قادره تعمل لها، يمكن بنقدر نطبق شيء صغير، وجود بلانر بيسمح له انه يجيبوا سبلايرز كلاس ا باقل كلفه لانه بيتعامل معهم بكثره اكثر، بس البادجت هو عامل مهم. بس انا بالنسبه لي اخر شيء بفكر فيه وعم بحكيها جد،
يعني بنعمل اول ميتينج وثاني ميتينج بنرجع بنحكي بجي، لانه اوقات بيكون في بجي ما بيفهم العرس بس بيكونوا ما بيشبهوني سو ما رح يطلع معي شيء حلو. يعني في كثير محلات اوقات عرس بنكب عليها ملايين الدولارات ومئات الوف الدولارات بس انا العرس ما بعرف اعمله لانه ما بيشبهني. شو لانه بيشبهك؟ انا اي دونت انجوي ات. شو اللي بيشبهك؟ اول شيء الفن. العرس اللي ما في فن، العرس اللي كثير دينيرو غالا وكثير مركب وكثير جايين هن يلعبوا ماريونات وانترتينمنت، والعرس اللي جايين ياخذوا محلهم للعرسين ما بيشبهني. ها هيدا ضمنت انا زوري هلا بيشبهني هيدا الشيء. بحب الاشياء اللي بتزهق انه بس جايين على عرس حلو نتسلى بالعرس. يعني انا في محلات بقول للعرسين السكجول تبع العرس صار كثير سور شارجي، انتوا وين؟ مطرب ومطرب ومطرب وباند وبطل بين العروس وين العروس. انا هذا اهميتي، الاهميه هي تاخذ رهجتها الصبيه، هالشاب السبونسر للعرس ياخذ اهميته صحيح. وبعدين بيجي التكمله في كومبليمنتير، قصص كومبليمنتير تجي بتكملها. طب التوجه السنه بعالم الاعراس شو عم بيكون؟ شو المود؟ شو الطابع للعرس؟ كان صرنا سنتين ثلاثه ساشا عم نشتغل على الشامبتر، العالم كلها بدها قصص طبيعيه ناتورال يحسوا حالهم هالقد فري. السنه عم بفهم عم بسمع شوي اكثر من العرسين، بدنا نرجع شوي للكلاسيك اللي انا بحبه. انا بيرسونلي بحب العرس اللي معروف وين ببلش وين بيخلص، لانه في محلات يعني. لانه في محلات بس نرجع المونتاج ونرجع نحضر الفيديو، وبهمني انه بعد 5 سنين وعشر سنين لقدام بس تحضري تسمع تلاقي شيء بعده بيشبهك بوقتها. يعني عملتي شيء بس شوي كنت مفكره لقدام اكثر. بحب هالعرس، بحب النظافه بالعرس، يعني ترتيب كل شيء يكون محله، كل شيء يكون محله، كل شيء مرتب ويل سيت، في فن يتكسر يقوم الدنيا بعدين بس العالم تفوت ويبلش الرقص ويبلش الفرح ما عندي مشكله. بس اول امبريشن بهمني يفوتوا على بيت هيدا بيتهم. اللقمه الطيبه او الكيترينج بيبقى شيء كثير اساسي بالعرس، فاليوم رح ندوق شيء كثير طيب. حسيت بالريحه. تفضل معنا روني لو سمحت على التيبل. رنيه بتفضل الصالة جوا او برا اكثر؟ بفضل الاندور اكثر. الاندور بفضل الاندور اكثر لانه بتتحكمي فيها اكثر، في محل بتقدري بالاندور تتحكمي، بس كمان بترجع انا كبلانر ان شاء الله تعطيني هنجار لازم بتحولوه لازم احوله. بس اول شيء ريحه شيء بشهي. شو يا دلال ريحه حلوه. يعطيك الف عافيه. دلال شو هالجمال هيدا اليوم؟ ثانك يو. معمر رجيم لشهرين اسمه الله عليك. نحن شو ذنبنا؟ نحن لازم نرجيم. دلال رجع نذكر بس شو اليوم عملنا تارت على قرده شوكه وعلى زيت الكما، مثل ما بنرجع بنذكر انه بنلاقيه بحي السوبر ماركت اكيد. على السريع عملنا عجينه التارت المالحه اللي بنستخدمها بكل التارتات، ورجعنا اكيد لوحنا ثوم وقرده شوكه على نار، ضفنا زيت الكما، ورجعنا مزجنا شويه بيض مع كريم فريش، هون فينا نضيف شويه جبنه بارميزان او موزاريلا او جريير، يعني حسب واحد شو بحب، اكيد بالاضافه لبهار الابيض بهار الاسود والملح. واكيد وضعناهم على عجينه التارت او المخبوزه نص خبزه او النيه، انا اليوم اشتغلتهم نيه بالفرن. اكيد وضعناهم لمده 25 دقيقه والف صحتين. ميرسي دلال، يعطيك الف عافيه. تتواصلوا مع دلال اكيد صاروا يعرفوا انستغرام مع تيت كيف يتواصلوا معك، صاروا يعرفوا اكيد بيعملوا لي اد على دلال كنج كل شيء ان شاء الله. اكيد بنشوفك الاسبوع الجاي نهار الاثنين ان الله راد. وراني اي شيء حابب تقوله اخيرا للعرسين؟ بدي اشكركم على الاستضافه. اهلا وسهلا. كثير حلو، بحس حاله كثير مرتاح بيت فعلا. اهلا وسهلا فيك. بدي اقول للعرسين يعملوا عرس بيشبههم 100% لانه هذا اللي بيبقى ويعرفوا بعضهم اكثر لهالايام. نعم، نحن كمان انبسطنا بحضورك معنا، اهلا وسهلا فيك مره جديده. ولهون كمان بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، انا وساشا بنودعكم وان شاء الله بنرجع بنشوفكم بكره بحلقه جديده. انا وبلال باي.